بسم الله الرحمن الرحيم، دي الحلقة الـ20 من كورس الديفرنشال ايكويشنز او المعادلات التفاضلية. هنكمل فيها اللي بدأناها في الخمس حلقات اللي فاتوا، وهو حل الميجر تاسك او الميجر اساينمنت. وقفنا فيه عند المسألة 35، هنكمل النهاردة بإذن الله الخمس مسائل اللي عليهم الدور، وهكمل معاك بعدها اللي فاضل وبعدها فورير وهنقف. يعني هيبقى فاضل في الآخر كده ثلاث صفح، حلهم انت بقى. ممكن نبقى نحلهم مع الشرح بتاع الدرس، لأن احنا ما شرحناش آخر درس خالص، فلما نشرحه هنحل الجزء بتاع الميجر تاسك معاه. أنا مش هدفي إنك تسلم الأساينمنت قد ما هدفي إن احنا نحل مسائله، فمش ملزم بالديدلاين يعني. فان شاء الله خلص النهارده بس معاك لحد مساله 40 ومعاها مسائل فورير، ويكون معاد الديدلاين خلص نكمل بقى الباقي اللي هو اخر ثلاث صفحات دول، نكملهم مع شرح الدرس. فيلا بينا. اول مساله النهارده نوعا ما حته مهمه جدا الناس بتسال عليها، ده كان شرح الهيت ترانسفير. روح اسمع الحته بتاعت ايه، ان انا احل معادله تفاضليه باستخدام لابلاس. طيب بتتحل ازاي؟ المفروض انك تكون سمعت يعني. ثانيه بس نوصل التابلت. طيب تعالى كده، مدي لك هنا 3 واي داش ناقص 4 واي بيساوي ساين 2 تي. لحد هنا كنت ممكن احلها باي طريقه من الطرق السابقه اللي احنا خدناها قبل كده، لكن هنا او ممكن تحل بالفاريشن اوف بارامترز او الاوبريتور ميثود او الى اخره. لما لقيته مديني انيشال كونديشن قلت لا، الاسهل ان احلها بلابلاس. يبقى اول ما تلاقي معادله تفاضليه مدي لك فيها انيشال كونديشن، وخصوصا لو كان واي اوف 0 او واي داش اوف 0 او اي حاجه اوف 0، اعرف ان ده على طول لابلاس. طب مديني واي اوف 1 واي اوف 2، لا ده انيشال كونديشن بس مش هينفعني في لابلاس خالص. لابلاس محتاج واي اوف 0 وواي داش اوف 0 وهكذا. بيساوي من دون انيشال كونديشن احل على طول لابلاس. اعمل ايه؟ خد لابلاس الطرفين. انا لما تاخد لابلاس الطرفين هتحول المعادله للاس ان ترمز اوف اس، وساعتها حلها هيبقى سهل. فبعد ما تخلص الحل تقوم راجع بيها تاني للتايم دومين وتبقى جبت الحل خلاص. خد لابلاس الطرفين، المفروض انك تكون حافظ القانون ان لابلاس للمشتقه بيساوي ايه، ولابلاس لاي مشتقه من السكند ديريفيتيف بتساوي ايه. ده بيساوي اس ثابته كده اهو في اللابلاس بتاع الداله نفسها اللي هي الواي، ناقص نفس الداله اللي هي الواي دي لما اعوض فيها بالصفر. طيب تحت هنا اس سكوير دي المشتقه الثانيه لاي حاجه لاي داله في الدنيا، بنقوم جايب اس سكوير في لابلاس المشتقه الداله نفسها من غير اي اشتقاق، ناقص اس واحده بس، ركز في الكلام، اس واحده بس في نفس الداله دي لما نعوض فيها بالصفر، ناقص واي داش لنفس الداله دي لما نعوض فيها بالصفر. القانون ده لازم تحفظهم زي اسمك يعني، اهو ده لازم تحفظ ده ولازم تحفظ ده، هنستخدمهم كتير. طيب تعالى بقى في المساله اللي فوق هنا، لما تاخد لابلاس الطرفين هيبقى الطرف اللي هنا ده 3 واي داش، يبقى لما اخد له لابلاس يبقى 3 الواي داش هتبقى ايه؟ لابلاس اوف واي، لا اكتب الاول بالترتيب كده اهو، افتح قوس حط اس في لابلاس اوف واي ناقص واي اوف 0، واي اوف 0 بكام؟ بتلت، حط تلت على طول عشان ما تقعد تكتب بقى، ناقص 4 لابلاس لما تاخد لابلاس ل 4 واي، يعني تحط ال 4 بره ولابلاس واي ينزل لابلاس واي. انا الوحيد اللي بحب اكتبها كده اهو عشان ما تتلخبطش، تبقى فاكر الكلمه، ما تقعدش تكتب واي كابيتال مع ان المراجع بتعمل كده، ولكن ده انا شايفه اسهل عشان يبقى معبر عن اللي انت بتعمله بس. بيساوي الساين 2 تي لما اجيب لها لابلاس شد خط اس سكوير تحت زائد الثابت سكوير اللي هو 4 2 سكوير يعني، وفوق الثابت لان ساين ثابت قلنا قبل كده ساين ثابت هي بتثبت بس انت احفظها يعني برده تبقى سهل عليك. يبقى فوق تحط الثابت. الشكل ده ايه المجهول اللي فيه؟ هو بالنسبه لي المجهول هو ال اوف واي، انا عايز اجيب ال اوف واي بتساوي كام؟ يبقى تقوم جايب لي ال اوف واي وادي الباقي كله الناحيه الثانيه بقى. شوف الاول ظبط كده، هتلاقي هنا 3 اس جنب لابلاس اوف واي ناقص 4، يبقى لما ناخدها كومن فاكتور تصدق 3 اس ناقص 4، كلام بسيط قوي. ناقص تلت في الثلاثه يدي لك ناقص 1، يطلع بره مع الكسر ده يتفضل بره الكسر زائد 1، ناقص 1 طلع له بره بقى في زائد 1، واحد مقامات يبقى 2، 2 في 1 اللي هنا ده زائد اس سكوير زائد 4 على اس سكوير زائد 4، صح كده اهو. طيب اقسم على الكسر ده واكتب لابلاس اوف واي النهائيه، هتبقى اس سكوير زائد 6 فوق، تحت بقى عندي كسرين ال 3 اس ناقص 4 والاس سكوير زائد 4. طبعا لو انت عايز تنجز جرب الحته دي، لان انا هحلها بارشال فراكشن، فانت المفروض بتعرف تحل بارشال فراكشن. تعالى معايا بدل ما كربتها لك واقول لك الاجابه كذا وانت بتقف في الامتحان اصلا في البارشال فراكشن ده. احنا دلوقتي عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الواي. لو عرفت تحل دي جبت الواي لوحدها كده انت حليت المعادله التفاضليه، ما انت هدفك في المعادله التفاضليه تجيب المجهول اللي هو الواي نفسه. فاجيبها ازاي؟ خد لابلاس انفرس للطرفين او هات اللابلاس انفرس. يبقى واي بتساوي لابلاس انفرس للشكل ده، اجيبه ازاي؟ محتاج الاول افك ده لكسور، افكه لكسرين منفصلين. المقام قوسين يبقى يتفك الكسرين، الكسر الاولاني هيبقى ايه على 3 اس ناقص 4، والثاني ده من الدرجه الثانيه يبقى نحط فوق حاجه اقل منه بدرجه، يبقى نحط بي في اس زائد سي. ده كلام قديم قوي في البارشال فراكشن. تحل ازاي بعد كده؟ امشي بالطريقه الممله عشان هي دي اللي فيها فهم شويه، يعني تبقى عارف انت بتعمل ايه. الايه هضربها في اللي ناقص من المقام عشان نوحد المقامات اللي هو اس سكوير زائد 4، زائد البي اس زائد سي هضربها في اللي ناقص عشان من المقام عشان يتوحد اللي هي 3 اس ناقص 4. هدف دلوقتي اجيب الاي والبي والسي اسويهم منين؟ بالبسط الاصلي اس سكوير زائد 6، دي المعادله اللي انا هعوض فيها. اعوض بايه؟ باصفار المقام. طب المقام ملوش غير صفر واحد والباقي هيبقى اعداد مركبه ووجع دماغ، خلاص اعوض باي رقمين.
نعوض باي قيم تيجي على بالك. تعال نجرب كده نعوض، انا هحل معاك واحده والباقيين ممكن ابقى كنسلهم يعني، اقول لك يعني الاجابه على طول. عوض بالصفر الاولاني اللي هو ده لما تساوي بالصفر هيبقى ايه؟ هيبقى اس بتساوي 4 على 3. حط 4 على 3، هتلاقي هنا 4 على 3 يتفضل لك 4 ناقص 4 يبقى ده كله كنسل. ويتفضل لك حط هنا 4 على 3، امسك الاله كده معاك وقول، قول اللي يساوي بره 4 على 3 الكل تربيع زائد 6، واقسم اللي يطلع معاك على 4 على 3 الكل تربيع زائد 4. كده جبت الايه؟ طلعت الايه معايا؟ ده مساله مش لطيفه شويه، طلعت ب 35 على 26، مفيش مشكله خليها معاك. طب عايزين نجيب البي والسي، تعالى نكمل تعويض، نعوض بايه تاني؟ تعالى كده اشطب ده كده قول له عند دي كده اول تعويضه جابت لي حاجه مباشره، هي دي ميزه اصفار المقام. تعال نعوض باي رقمين تانيين، قول له ات اس بتساوي صفر مثلا، وات اس بتساوي واحد، ارقام سهله عوض باي حاجه، ما العلاقه دي صح لكل الارقام اللي ربنا خلقها للاس يعني في الدومين بتاع الاس. لما تعوض بصفر هيبقى ايه اللي اتفضل لك؟ 4 في الاي، من صفر هيكنسل لك دي، 4 في الاي الاي بكام؟ لسه جايبها 35 على 26، زائد عوض بصفر هيكنسل لك البي، حلوه التعويضه دي صح؟ طيب زائد السي يبقى سي في، هنا اتفضل لك سالب 4، بره خالص اتفضل 6، يبقى دي تعويضه محترمه، دي جدعه دي، فاهم؟ يعني هي مش صفر للمقام بس كنسلت كله، فدي نصحتك فاهم؟ يبقى 4 في 35 على 26 زائد ناقص 6 واقسم على 4، يعني المفروض تكون فاهم انا عملت ايه. وديت دي بره هنا اهو بقت 4 سي، دخلت 6 جوه يبقى ضربت على الاله 4 في 35 على 26 ناقص 6 وقسمت اللي طلع على 4 اداني السي خلاص. اداني السي، يبقى السي طلعت بسالب 2 على 13. تك تك تك. طيب عوض باي رقم تاني اللي هو الواحد، هتيجي نعوض بالواحد هنا هيبقى واحد تربيع يعني ايه 5 ايه؟ الايه بكام؟ 35 على 26 زائد عوض بواحد هيبقى واحد في بي يعني بي زائد السي لسه جايبينها، السي بكام؟ بسالب 2 على 13 يبقى ناقص 2 على 13 مضروبه في 3 اس، حط مكان الاس 1 يبقى ايه؟ 3 ناقص 4 يدي لك سالب 1 بيساوي، حط 1 بره يدي لك 7. حط على الاله الشكل ده بقى، بص هنعمله ازاي؟ هتقول 5 في 35 على 26 ناقص دخل ال 7 واللي يطلع يقسمه على لما تخرج البي ناقص 2 على 13، يعني مفيش حاجه جنبها اصلا، فيبقى نعمل ايه؟ يبقى ندخل لها هي ال 2 على 13 اهي، طلع الناتج سالب 3 على 26. يعني العب مع الارقام كده وشوف، ولو لقيت حاجه غلط حتى قول لي في التعليقات، بس ان شاء الله صح. انا معايا ريفرنس كده هنشوف الاجابات منها لما نخلص. كده جبنا الثلاث ارقام دول، نرجع نعمل ايه؟ نحطهم هنا اهو. يبقى الاي طلع ب 35 على 26 والبي طلعت ب ثانيه، البي طلعت ب سالب 3 على 26 سالب 3 على 26 والسي طلعت بسالب 2 على 13. هتعمل ايه؟ هتقوم جاي هنا اهو، بص جاي ده كده اهو مباشر، ده شكل الاكسبوننشال بس محتاج تظبيطه. طيب خليها على جنب هنظبطه. وده هوزع القسمه من هنا، هوزع القسمه من عند اعمل ايه؟ سبليت للفراكشنز دي. فيبقى سالب 3 على 26 على حاجه سكوير زائد حاجه سكوير، يعني محتاجه تتظبط في الثوابت وتبقى قانون ساين. طيب او لا قانون كوزاين لان في فوق السات. طيب ولو وزعته النص الثاني هيبقى سالب 2 على 13 لوحدها على اس سكوير زائد 4 سكوير 4 اللي هي 2 سكوير، يبقى ده شكل ساين، يبقى هيطلع لي ايه؟ حاجه فيها اكسبوننشال زائد حاجه فيها كوزاين زائد حاجه فيها ساين، بس شكرا. تعالى نكتبهم تحت 35 على 16 اهي، 35 على 16 مضروبة في 1 على 3 اس ناقص 4، ادي اول واحد، ده يتحول لايه؟ يتحول ترم ترم على طول. هي 35 على 16 ولا على كام؟ على 26 يا عم، اتفتح معايا كده. يبقى على 26 دي 2. يبقى تحت 35 على 26. طيب ده عشان يبقى شكل اكسبوننشال محتاج اعمل ايه؟ خد ال 3 من تحت كومن فاكتور، يبقى 1 يبقى تحت 3 اس ناقص 4 على 3، التلت ده خرجه بره يتضرب في 35 على 26. اضرب بقى على الاله كده معاك 35 35 على 26 في تلت او اضرب في 3 تحت يعني، هيطلع الناتج 35 على 78، كل ده في 1 على اس ناقص 4 على 3. كده انا وصلت لشكل ايه؟ ثابت مضروب في قانون الاكسبوننشال، يبقى الناتج 35 على 7 على 78 في اي باور الرقم ده 4 على 3 تي، ادي اول عنصر. تقول لي انت ليه بتنجس وتقول لها ناتج نهائي؟ عشان هم بيعملوا كده وانت في الاخر بتيجي الامتحان توقف في الحاجات دي. انا بمشي على انا راعي الغلابه زي ما بيقولوا لاني منهم يعني، فخلينا نركز. طيب الثاني ده هيبقى سالب 3 على 26 اس تتوزع على تحت، سالب 3 تعالى سالب 3 على 26 اس على اس سكوير زائد 4، ده قانون ايه يا معلم؟ فوق في اسات وتحت حاجه سكوير زائد حاجه سكوير، يبقى ده قانون الكوزاين، قانون الكوزاين محفوظ، قلنا الساين هي اللي بيبقى فوق ثابت، ساين ثابت، والشاين هي اللي بيبقى فوق ثابت، فاهم؟ بيبقى في ثابت برضه في الحالتين، لكن الكوزاين والكوشاين فوق السات. طب خرج الثابت ده بره اهو،
ملوش دعوه بالموضوع، واللي فاضل بشكل قانون مباشر يبقى كوزاين 2 اللي هي الثابت اللي هنا، الثابت ده سكوير، فاحنا ناخد الثابت نفسه 2 في تي، ادي الترم الثاني. طيب الترم الثالث سالب 3 على 3، سالب 2 على 13 على الحاجه اللي تحت دي، سالب 2 على 13 في مضروبه في ايه؟ مقسومه تحت على اس سكوير زائد 4. طيب ما ده كده الواحد على اس سكوير زائد 4 ده قانون، بس محتاج ايه؟ محتاج 2. حط 2، اقول لك حاجه حلوه، ما تحطش 2 ولا حاجه. حطش 2 ولا حاجه، خد الاثنين دي، خلي هنا واحد ومضروب بره في 2. كده 2 على اس سكوير زائد 4 ده قانون الساين، ليه؟ بيبقى اس سكوير زائد ثابت سكوير فوق الثابت اهو، ده شكل الساين. والباقي يتحط بره، يبقى سالب 1 على 13 مضروب في ساين 2 تي. يبقى اوعى يعني خلي القوانين مشروبه في دماغك كده. طيب ولا اقول لك انا بحب اللون ده مش عارف ليه بس بحبه، احسه باقي كده. سالب 1 على 13 ساين 2 تي، بس هم دول. ثم حاطط بقى على على بعض كده اهو، 35 على 78 اي باور 4 على 3 تي، اجمع عليها ده بشرطه واجمع عليها ده بشرطه، هو ده الناتج النهائي. هو ده الناتج النهائي اهو، اتفرج عليه تلاقيه صح باذن الله. فمسألة سهلة، بس أنا هدفي فيها إن أنا أعلمك تحل إزاي الحاجات اللي زي كده اللي هي فيها بارشل فراكشنز كتير يعني. تعالى ناخد دول، بيقول لك حل لي دي برضه. تحل دول إزاي؟ معادلة تفاضلية لقيت لي مديني انيشال كونديشنز ومتعوض فيهم بالزيرو، ده لابلاس مباشر يعني. فهناخد لابلاس اللي فوق، الواي داش، الواي دبل داش لما خدناها لابلاس تتحول لإيه؟ لإس سكوير في لابلاس الحاجة نفسها اللي هي الواي ناقص إس في لابلاس في واي اوف زيرو. واي اوف زيرو يعني هي يعني ايه؟ واحد، ما تكتبهاش بقى خلاص، واحد ناقص واي داش اوف زيرو. واي داش اوف زيرو يعني ناقص 5 ناقص 7. فلما اخد لابلاس الواي داش تتحول لايه؟ لابلاس اوف واي ناقص واي اوف زيرو، ناقص واي اوف زيرو يعني ناقص 1. طب متوزع 7 وانجز اهي، ناقص 7 مع ناقص 1 يدي لك زائد 7 زائد 12 واي، يعني زائد 12 لابلاس اوف واي لما ناخد لابلاس بيساوي 2. لما ناخد لابلاس الاثنين ما هتاخد لابلاس الطرفين، يبقى 2 على اس. طيب ايه رايك المعادله دي؟ لمها بقى، خد اللابلاس اوف واي ده كومن فاكتور وشوف هيتفضل جنبيه ايه. اس سكوير ناقص 7 ناقص 7 وهنا زائد 12 زائد 12. اتمنى ان يكون صح ولا في حاجه نسينا؟ لا في حاجه نسينا، ده اس يا معلم، في اس هنا قانون، في اس اصلا. القانون بيقول لي لابلاس الواي داش بيتحول لاس في لابلاس اوف واي ناقص واي اوف زيرو. احنا ما كتبناش الاس دي، اكتبها هنا على طول. يبقى 7 اس زائد 12 اقفل كده، ده اتاخد وده اتاخد وده اتاخد، فاضل كام؟ ناقص اس ناقص 5 زائد 7، ناقص 5 مع زائد 7 يعني 2، 2 ناقص اس تروح هناك بايه؟ باس ناقص 2 زائد، اتمنى يعني ذلك اهو تمام، زائد 2 على اس. وحد المقامات، وحد المقامات هنا عشان تتظبط يعني، هتبقى ايه؟ 2 زائد اس في اس باس سكوير، اس في 2 في 2 بالسالب يبقى ناقص 2 اس على الاس تحت، على الشكل ده كله. حط بقى تحت هنا على طول، تيجي نشوف بيتحلل ولا لا. اكتب كده هتلاقي فيه 3 و4 في الموضوع، يعني سهل قوي في التحليل. اكتب 1 وناقص 7 على الاله و12، هيقول لك ده بيديني 4 و3، يعني اس ناقص 3 في اس ناقص 4. شفت حلويات، حلويات والله. الشكل ده بارشل فراكشن مباشر كده، خلي بالك خلي بالك، ده قسمنا عليه شيله بقى. طيب كده الواي ال اوف واي بتساوي الشكل ده، ال اوف واي شيلها من هنا حتى واكتبها اهي، ال اوف واي بتساوي الشكل ده. يبقى يعني نعمل ايه؟ نفكها عشان نعرف نجيب الواي نفسها، فناخد لابلاس انفرس. محتاجين نفك ده بالبارشل فراكشن، يبقى عباره عن ايه على اس زائد بي، كلهم بقى درجه اولى، ده كده تبقى انت ايه؟ يبقى ربنا كرمك يعني. صدقني ربنا كرمنا في كل الاحوال والله، كويس انك يعني عندك دماغ وبتفكر، فاهم؟ في غيرك محروم من الحاجات دي. في ناس حمقى، في حمقى منتشرين والله. زي ما الشاعر بيقول لك لكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداويه. ربنا يعصمنا منهم يعني. ايه على اس؟ بي على اس ناقص 3، سي على اس ناقص 4. تحل ده ازاي؟ خد الاي اضربها في اللي ناقص لها من المقام اللي هو اس ناقص 3 في اس ناقص 4 زائد بي اضربها في اللي ناقص من المقام اللي هو اس في اس ناقص 4 زائد سي اضربها في اللي ناقص من المقام اس في اس ناقص 3. كل ده بيساوي مين؟ بيساوي البسط الاصلي. ما هو البسط الاصلي؟ اس سكوير ناقص 2 اس ناقص زائد 2، اس سكوير ناقص 2 اس زائد 2. تعوض بمين؟ باصفار المقام، ودي مباشره تقوم قايل له كده فوق بعض، ات اس بيساوي 0، ات اس بيساوي صفر المقام الثاني اللي هو 3، ات اس بتساوي 4. طيب عوض بصفر هتلاقي ده كله كنسل، ركز معايا، ده كله هيكنسل لان في اس اهي، وده كله هيكنسل ويتفضل لك هنا 0 ناقص 3، 0 ناقص 4 يعني ايه؟ يعني 12 في التوتال، يعني 12 ايه؟ فاضل لك 12 ايه بيساوي، حط هنا اصفار هتفضل لك 2، يبقى الايه بكام؟ بسدس. وهذا من الروعه بمكان يعني. طيب حط ال 3 ده هيتكنسل وده هيتكنسل، يتفضل لك هنا 3
في 3 ناقص 4 يعني ايه؟ سالب 1 يبقى سالب 3 بي، سالب 3 بي بيساوي، حط هنا 3، 3 سكوير 3 سكوير اوعى بسم الله 3 سكوير ناقص 2 في 3 زائد 2 على الآلة طبعا بيساوي 5، يبقى ناقص 3 بي بيساوي 5، ومنه البي تساوي 5 على 3 بالسالب. تك 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 تك، حط 4 ده هيتكنسل، ده هيتكنسل، فضل كده 4 في 4 ناقص 3 يعني بواحد، في 4 يبقى 4 سي بيساوي، حط هنا 4، امسك الآلة بسرعة، 4 سكوير ناقص 2 في 4 زائد 2 10، يبقى السي بكام؟ ب 10 على 4 اللي هي 5 على 2، 5 على 2. يبقى الموضوع سهل جدا في حته البارشال فراكشن، ما تخلوش عقبه يعني في حياتك، اللي هو انا اول ما بشوف بارشال فراكشن بتخنق يعني. لا. يبقى ال يا عم انت يبقى ال اوف واي بتساوي كانت ايه على اس؟ يبقى سدس على اس، اهو سدس على اس زائد كانت بي على اس ناقص 3، لا يبقى سالب 5 على 3 على اس ناقص 3. صح كده؟ اهي زائد سي على اس ناقص 4 زائد السي بكام؟ 5 على 2 اس ناقص 4، يبقى الناتج النهائي ايه؟ هات الواي بقى، اوعى تنسى انت كنت بتعمل ايه اصلا. يبقى الواي بتساوي ست واحد ثابت على اس، يبقى لما نجيب له لابلاس انفرس يبقى ايه؟ الثابت نفسه. عشان لما كنا بنيجي نجيب لابلاس ده كنا بنقسمه على الاس، لما نيجي نرجع بالعمليه نشيل الاس بقى اللي في المقام. طيب ناقص 5 على 3 خدها بره، واللي فاضل 1 على اس ناقص 3 اللي هي اكسبوننشال 3 تي، زائد خد ال 5 على 2 بره، واللي فاضل 1 على اس ناقص 4 ده قانون اكسبوننشال 4 تي زي الفل. بس كده هو ده الناتج. يبقى سدس 5 على 3 5 على 2 ونشوف الناتج. بصوا كده سدس 5 على 3 ده بالسالب، 5 على 3 بالسالب زي الفل، و5 على 2 اجمع دول على الاله هتديك 5 على 2، بس انا كاتبها من على الموقع فايه عشان يبقى عندي دقه في النقل يعني. زي ما يقول لك كده في الايه في الهامش يقول لك هكذا بالاصل، هي هكذا بايه بالموقع. شغال محقق مراجع. طيب دي اكس على دي تي، دي بقى المساله دي كله بيقعد يقول انها صعبه وكده، هو ده المستوى اللي بيجي في الامتحان. ما تنتظرش ان يجي لك المسائل اللي في الشيت او اللي هي مجعلصه اللي قد كده، دي هي دي مسائل اصلا الاساينمنت اللي نازله، فبتبقى حاجات بسيطه كده فاهم؟ ده يعني النوع اللي ينفع يجي لو حتى امتحان ريتن، لو ام سي كيو جاي اسهل من كده بكتير على فكره، ممكن يجي لك حاجه بسيطه قوي يعني. بيقول لك حل لي السيستم اوف ايكويشنز دي ومدي لك معاها انيشال كونديشنز، فين الانيشال كونديشنز؟ اهي دي على طول افتكر لابلاس، اي على فكره سيستم ايكويشنز ده سيستم اوف ديفرنشال ايكويشنز اسهل حاجه نحلها هو لابلاس. بتبقى مباشره قوي في لابلاس يعني. طيب نعمل ايه؟ نمسك المعادله الاولى نجيب لها لابلاس، نمسك المعادله الثانيه نجيب لها لابلاس، طلع معادلتين حلهم مع بعض. خد لابلاس الاولى دي اكس باي دي تي، لما اجيب لها لابلاس دي اكس باي دي تي يعني اكنها اكس داش، لما اجيب لابلاس لاكس داش لاي حاجه داش في الدنيا بيدي لك اس في لابلاس الحاجه ناقص الحاجه دي لما اعوض فيها بالصفر، يعني ايه؟ اكس اوف صفر يعني بواحد، يعني بواحد بيساوي 4 اكس لما اخد لها لابلاس تبقى 4 لابلاس اكس، شوف الدنيا سهله ازاي، زائد 2 واي لما اخد لها لابلاس تبقى 2 لابلاس واي. ما هو الاثنين دول ما اعرفهمش، الاكس والواي دول ده اللي في التي ما اعرفهاش، فاجيب لها لابلاس اكتبه لابلاس. المعادله الثانيه هات لابلاس ليها، او في الاول صف دي جاي يعني صف الشكل ده قبل ما تعمل كده، ودي دي هنا يبقى لابلاس اوف اكس، خد الكومن فاكتور تفضل لك اس ناقص 4، ودي ده هناك هيبقى 2 ال اوف واي زائد 1. شوف الدنيا كده بقت اسهل ازاي، ده يعني عشان تشتغل على نظافه. لا اله الا الله لا اله الا الله، تمام بس كده. المعادله الثانيه بيقول لك دي واي باي دي تي بيساوي ناقص اكس ناقص واي، خد لابلاس الطرفين، الدي واي باي دي تي يعني واي داش صح كده؟ الداش ده مجاز ان فيه مشتقه خلاص، اين يكون الفاريبل ايه؟ يعني هي بره كنا بنتفق انها اكس، هنا بقى اي فاريبل وخلاص. عموما اللابلاس بتاعته بتبقى عباره عن اس في لابلاس الحاجه اللي هي الواي نفسها ناقص الواي اوف زيرو، قال لك بسالب واحد يبقى ناقص ناقص واحد يبقى زائد واحد. بيساوي قال لك سالب اكس يبقى جيب لها لابلاس تبقى سالب لابلاس اكس، ناقص واي يبقى ناقص لابلاس واي، خدنا لابلاس الطرفين. صف الشكل ده نضفه شويه كده فهتلاقي بيقول لك ان لابلاس اكس هات لابلاس اكس في طرف، او هات لابلاس واي في طرف، هات لابلاس واي في طرف تبقى الذ، هات لابلاس واي هتساوي او خدها كومن فاكتور بعد ما تودي دي هناك، ودي دي هناك اهو وخدها كومن فاكتور، هيتفضل اس ناقص واحد ده هيروح هناك يبقى زائد واحد، يبقى زائد واحد، وهنا هيتفضل السالب واحد ده يطلع بره والسالب اكس بره يبقى سالب واحد ناقص لابلاس اكس اهو. طيب ادي المعادله الثانيه، ادي المعادله الثانيه. طيب نحلهم مع بعض، المعادلتين دول فيهم مجهولين، المجهول ده والمجهول ده موجود هنا وهنا، يا معادلتين في مجهولين يعني سهل قوي تحلهم. تحلهم ازاي؟ هات واحد منهم عوض في الثاني، دي اسهل حاجه، او ممكن تضرب في حاجه فوق وتحت بحيث تكنسلهم مع بعض، بس ده يبقى رخم دلوقتي يعني، ممكن تعمله بس بلاش وجع دماغ. الاسهل خد واحده منهم عوض بيها في الثانيه، فلو حاولت تجيب اللابلاس اوف واي هنا تعرف تعوض بيه هناك؟ اه اقدر يعني، دي سهله جدا، او اجيب اللابلاس اوف اكس واعوض بيه هنا اهو، كله ينفع. فتعالى مثلا نجيب اللابلاس اوف واي، هيبقى فيه مقامات
لا بص التفكير، لو جبت لابلاس اوف واي وحاولت تعوض هنا هيبقى فيها كسور، فليه وجع دماغ؟ هات اللابلاس اوف اكس وعوض بيها هنا، مش هيبقى فيها كسور. هيبقى اللابلاس اوف اكس بيساوي، ودي السالب واحد هناك واضرب في سالب، هيبقى ايه؟ سالب الواحد بعد ما يروح زائد لابلاس اوف واي في اس زائد 1. حلو، كل ده بقى هتشيله ونحط مكان لابلاس اكس هنا، يبقى هيتضرب في اس ناقص 4، تاخد الشكل ده وتضربه في اس ناقص 4 اهو، اس ناقص 4 مضروبه في 1 زائد اس زائد 1 لابلاس اوف واي، كل ده بيساوي كده، انت شلتها حطيت مكانها، بيساوي 2 ال واي زائد 1، 2 لابلاس الواي زائد 1. كده المجهول الوحيد هو مين؟ هو لابلاس الواي، عايزينه في طرف. طيب فك الكسر ده وتصرف، فك القوس ده وتصرف، السالب واحد السالب الشكل ده هيضرب في الواحد اللي هنا، بقى سالب اس ناقص 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 4 يعني ايه؟ يعني زائد 4، يبقى خليها 4 ناقص اس. اضرب الشكل ده كله هناك، هيبقى ناقص اس ناقص 4 في اس زائد 1. الدنيا سهله يعني، ما تستطولش الحاجات دي. بيساوي 2 ال واي زائد 1. هات كل هات ده كله في طرف، ودي ده هنا وارمي الواحد ده هناك. حلو، وبعد ما ترميه هناك خد اللي هنا كومن فاكتور. وبعد ما تاخد كومن فاكتور اقسم اللي بره عليه، يبقى يتفضل لك هنا ايه بقى؟ 4 ناقص اس ناقص 1 اللي جالهم، يعني ايه؟ 3 ناقص اس. 3 ناقص اس على لما وديت دول هناك وخدتهم كومن فاكتور، هيتفضل 2 زائد القوسين دول في بعض. خلي اللي عندهم جبر كده في ايه يعني شغلوه دلوقتي، فك ده في بعضه كده، يبقى اس سكوير ناقص 4 في الاخر، وتقوم عامل طرفين في وسطين، دول ناقص 4 اس مع واحده من الاس يديلك سالب 3 اس. سالب 3 اس. لم التوتال ده عشان ما بحبش الشكل المجعلص ده اهو، تك 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 تك، صليب 4 مع ناقص مع الموجب 2 يديلك سالب 2. يديلك سالب 2. يبقى كده ده كله مين هو؟ ده اللابلاس اوف واي. تعرف تحل دي؟ جرب كده شوف هي بتتحلل ولا لا، امسك الاله 1 ناقص 3 ناقص 2، هتلاقيه بيقول لك حاجات ايه ملعبكه. طب حل؟ لا ما تعملهاش كده يعني، لو حاولت تحط الشكل طلع معاك في التحليل هيبقى رخمه جدا. فايه الحل؟ وصل البسط للمقام، خلي اعمل اكمال مربع تحت. طب يعني ايه اكمال مربع؟ اوصل الشكل في المقام ده لحاجه شبه البسط. انا ده ممكن اخليه في صوره ايه؟ اس ناقص الرقم اللي جنب الاس نصه كام؟ 3 على 2 تربيعه، حط بس 3 على 2 الاول اهو، الكل تربيع، وشوف لما تفك ده هيرجع ليه؟ هيرجع لاس سكوير زائد 3 على 2 الكل تربيع، يعني 9 على 4، 9 على 4 اللي هي 2 وربع متهيألي، او 2 وربع، وهنا في النص ناقص 2 في الاول في الثاني يدي لك ايه؟ ناقص 3 اس. يبقى الشكل ده رجع زي ما هو، لكن ناقص 2 رجع 9 على 4. فعشان اظبط الحوار ده هحتاج اطرح، بص ركز في الكلام، انا طلع لي هنا ده هيطلع لي 9، هيطلع لي موجب كده اهو 9 على 4، محتاج عشان ارجع ال 9 على 4 دي ناقص 2، ال 9 على 4 على الاله كده جربها شوف دي كام، هتلاقيها 9 على 4 ثانيه، 9 على 4 يدي لك 2 وربع، 2 وربع بالموجب، 2 وربع بالموجب. عشان احولها لسالب 2 محتاج اعمل فيها ايه؟ محتاج اطرح منها سالب 4 وربع، سالب 4 وربع عشان يديني سالب 2، صح كده؟ فايه سالب 4 وربع دي؟ هي دي اللي هطرحها من هنا اهي، هنطرح من هنا سالب 4 وربع، يعني كام؟ يعني 17 على 4 بس كده. طيب ده كده هو ده بالظبط، المقام هو المقام، والبسط اس ناقص 3 ناقص اس ممكن اوصلها بالشكل ده بسهوله، ان انا اسحب 2 كومن فاكتور سالب 2 كومن فاكتور، خد سالب 2 كومن فاكتور هيتفضل ايه؟ او لا ما تعملهاش كده، انا بفكر معاك على فكره، خد السالب هو الكومن فاكتور وهيتفضل جوه اس ناقص 3، خليها ناقص 3 على 2، حد ليه عندك حاجه؟ لا خليها زي اللي تحت، بس اظبط المايله بقى، سالب 1 ونص عشان اخليه سالب، عشان ارجعه يبقى 3، فك كده القوس ده يبقى سالب اس تمام زي ما هي، سالب في سالب موجب، موجب 1 ونص وهو كان 3 اصلا، يعني المفروض اعمل ايه؟ احط جوه اهو سالب 3 على 2 هي كمان، صح كده؟ يبقى سالب 3 على 2 مع سالب 3 على 2 يدي لك ايه؟ سالب 3، صح كده؟ سالب 3 في السالب اللي بره يدي لك موجب 3، يبقى ما غيرتش اي حاجه. اضرب بقى ايه؟ خد دي كده اهو، واضرب السالب هنا فيهم، وبعدين اضرب السالب في النقص اللي هناك يخليها لك موجب. يبقى انا كده عملت ايه؟ طرحت سالب 3 على 2 جوه وموجب 3 على 2 بره، يبقى ما كانش عملت حاجه. فك الشكل ده كله هيرجع لك البسط. بس ايه اللي حصل بقى؟ انا حصلت على نتيجه عظيمه دلوقتي. اعمل سبليت من هنا اهو، هيبقى الشكل ده مع الشكل اللي في المقام يدي لك قانون، قانون محفوظ. طيب اهو بيساوي سالب فوق اس ناقص 3 على 2 تحت اس ناقص 3 على 2 برضو الكل سكوير ناقص حاجه سكوير، حاجه وخلاص ناقص ثابت، ممكن اي حاجه في الدنيا ممكن اجيب لها الحاجه بتاعتها الروت بتاعها، او ممكن اعتبرها هي نفسها حاجه سكوير، فاهمني؟ فوق هنا 3 على 2 على اس ناقص 3 على 2 الكل سكوير ناقص 17 على 4. الشكل ده شكل قانون سهل، سهل جدا. ايه القانون ده؟ حاجه سكوير ناقص حاجه سكوير فوق حاجه فيها اسات، يبقى ده قانون كوشاين، كوشاين اوعى تنسى.
قدامها الروت بتاعي الروت الانجل بتاعتي هي الروت بتاع ده جذر 17 على جذر 4 يعني 2 في تي. بس اوعى تنسى كان المفروض يبقى الحاجه سكوير دي اس لكن هي متشفته، يبقى مين اللي بيشفت؟ اي باور الرقم اللي اتشفت بيه اللي هو 3 على 2، ده الحاجه اللي اتشفتت، دي الحاجه اللي عملت شيفت بعد ما طبقت قانون الكوشاين. واوعى تنسى ان في سالب بره زائد، هنا في 3 على 2 تنزل بره كده مالهاش دعوه، وهنا في قانون شاين، قانون شاين جاهز جدا اهو، بس محتاج ايه؟ محتاج ان الثابت سكوير اللي هنا يبقى فيه موجود زيه فوق، يعني محتاجين فوق جذر 17 على 2 نضيفه فوق ونضيفه بره، يبقى نضيفه بره اهو، يبقى نحط بره 2 على جذر 17 ضربناه في البسط وقسمناه بره. فايه اللي حصل كده؟ وصلنا للشكل ده قانون الشاين. يبقى تقوم حاطط شاين شاين وقدامها الانجل بتاعتك الرقم اللي هنا اللي هو جذر 17 على 2، مش الرقم نفسه، الرقم اللي الرقم الموجود ده هو الرقم سكوير، احنا عايزين الرقم نفسه هو ده. وفي شيفت حاصل، في شيفت هي مش اس، هي اس ناقص 3 على 2، يبقى تحط الترم الشيفت بتاعك اللي هو اس اس 3 على 2 تي. مساله دي عظيمه، ليه؟ لميت لك القوانين كلها في حته واحده، وكمان اختصارات، وكمان بارشل فراكشن، شفت العظمه؟ هي دي ميزه الحل اللي بيحل لك بضمير، انت لما تحل الضمير يعني، فاهم؟ طيب ادي الحل قدامك اهو، اتامل فيها هتلاقيه صح ان شاء الله. نيجي على المساله اللي وراها. فاضل مسالتين بالظبط واسهل من بعض. تعالى بيقول لك الشكل ده، قلنا بنكمل لما يكون قدامنا تكامل وفي موجود في معادله تفاضليه ولقيت نفسي محتاج عشان احلها احلها بلابلاس، اعمل ايه؟ اما اجي اخد لابلاس لده بنقوم مشايلين الشيفت اللي حصل جوه، نشيل اليوهات كلها ونعمل ايه؟ ونعمل لابلاس للاول في لابلاس الثاني، سهله قوي دي، قانون محفوظ واثبتناه وزهقنا من اثباته ساعتها. طيب هات لابلاس للطرفين عشان تعرف تحل المعادله، اي معادله فيها تكاملات كده ما تعرفش تحلها غير بلابلاس اصلا دلوقتي. خد لابلاس هنا يبقى لابلاس اوف اكس. بيقول لك حل المعادله دي يعني اوجد قيمه الاكس، هو ده المطلوب، اوجد داله الاكس بكام؟ لابلاس اوف اكس زائد 2 في لابلاس الشكل ده، ده قانون كونفوليوشن، يبقى لابلاس الاول من غير شيفت في لابلاس الثاني. يعني لابلاس اوف اكس ادي لابلاس الثاني اهو في لابلاس الاول، يعني لابلاس كوزاين تي، شلت الشيفت. كوزاين تي لابلاسها كام؟ اس سكوير زائد 1 وفوق الثابت ولا اس؟ لا اس بيساوي لابلاس ده 9 في 1 على اس ناقص الثابت اللي في الباور اللي هو اس ناقص 2. هات اللابلاس اوف اكس دي في طرف، خدها كومن فاكتور الاول عشان ما نتلخبطش، هيتفضل 1 زائد 2 اس على اس سكوير زائد 1 ها بيساوي 9 على اس ناقص 2. طبعا المساله دي حلوه قوي، ليه؟ لو حط المقامات ده بالنظر كده هيطلع لك في قوس تربيع. تعالى نشوف واحد مقامات اس سكوير زائد 1 زائد 2 اس، يفضل لك فوق اس زائد 1 الكل سكوير على اس سكوير زائد 1 هنا 9 زي ما هو بالظبط. ظبط الشكل، ايه اللي هيحصل؟ اضرب ده هناك اهو واقسم على ده، يعني اساسيات جبر دي، على اس ناقص 2 في اس زائد 1 الكل سكوير، كل ده هو لابلاس اوف اكس. طيب نحلها ازاي؟ دي سكوير اوعى تنسى، نحلها بارشال فراكشن ما عندناش غيره، هو البارشال فراكشن ده حبيب الملايين يعني. تفكها ازاي؟ ايه على اس ناقص 2، ولما يكون عندنا قوس تربيع بيتفك لكسرين، الاولاني بي على اس ناقص على القوس نفسه زائد كسر الثاني، يبقى مثلا الساب الجديد سي مثلا على نفس القوس بس ايه سكوير. لو كان تكعيب كنا نحط كسر ثالث ونحط في المقام اس زائد 1 كل تكعيب وهكذا. طيب ده كله هنوحد المقامات ثاني ونساويها بالبسط الاصلي، يبقى ايه في اللي فاضل لها من المقام اللي هو الاس زائد 1 الكل سكوير زائد بي اللي فاضل لها من المقام اس ناقص 2 وتكمله القوس ابو تربيع زائد سي اللي فاضل لها من المقام عشان توصل للمقام الاصلي هو اس ناقص 2. كل ده تساويها في بالبسط الاصلي اللي هو 9 في اس سكوير زائد 1، اتذكر ذلك يعني. طيب نعرف اصفار المقام فتميل له عند الاس ام 0 ولا لا ام 2 عشان صفر المقام الاول 2 صفر المقامات الاصليه اهي 2 وسالب 1، هو دول الكسرين الصفرين اللي عندنا اللي هيخلوا المقام صفر. عوض بيهم هات اي رقم تاني، قول له عند اس بصفر مثلا، اي رقم تاني سهل، حط الاثنين هتلاقي ده اتكنسل ده اتكنسل، حط هنا 2 امسك الاله 2 تربيع ب 4 زائد 1 او 2 تربيع زائد 1 واللي يطلع اضربه في 5، لا اضربه في ايه؟ اضربه في 9 طلع 45. مع الاعتذار يعني اللي يحسبه مخهم عشان ايه؟ عارف انك هتتلخبط في الامتحان. حط هنا 2 يبقى 2 زائد 1 3، 3 تربيع يدي لك ايه؟ 9 ايه؟ يبقى الايه بكام؟ 45، اكتب كده 45 على 9 يدي لك 5، يبقى الايه ب5. معلش يعني التواضع حلو. القلم وقف. يا حلاوه. طيب دي الايه؟ حط سالب 1، ده كله هيكنسل، ده كله هيكنسل، فضل لك هنا سالب 1 ناقص 2 يعني ناقص 3 ناقص 3 في السي في السي اهو بيساوي، حط هنا ناقص 1 يبقى 1 2 يبقى 2 في 9 18، يبقى السي بسالب دي 18 طبعا
سالب 18 على 3 يعني سالب 6. طيب حط 0 هيتفضل لك هنا الاي اللي هي ب 5 اصلا، زائد هيتفضل لك البي اللي احنا ما نعرفهاش مضروبه بكام بقى؟ ناقص 2 في 1 يعني ناقص 2 اهو ناقص 2، زائد السي اللي احنا لسه جايبينها اللي هي سالب 6 مضروبه في 0 ناقص 2 يعني ناقص 2 يساوي، حط هنا 0 يتفضل لك 9. طيب احسب على الاله الشكل ده، تقوم قايل 9 ناقص 2 في 6 لان السوالب راحت مع بعض ناقص 5 واللي يطلع يقسمه على سالب 2 طلع 4، يبقى البي ب 4. البي ب 4 ارجع بقى فوق 5 و4 وسالب 6 اهي، ادي 5 اشطب ده اشطب كلهم اشطب كل واحد فيهم كده اهو، ادي 5 و4 وسالب 6. طيب ادي 5 4 سالب 6 اي هوب ان يكونوا صح يعني. طيب الشكل بتاع القانون ده اكسبوننشال مباشر، يتحط ايه؟ حط فوق كل واحد الناتج بتاعه، هيبقى 5 في اكسبوننشال 2 تي. الشكل ده مباشر برضو 4 في اكسبوننشال سالب 1 في تي. المفروض ان المقام اس ناقص حاجه، فالحاجه دي هي اللي تتحط في الباور. طب هنا يعني ده قانون مألوف جدا، بص كده على جنب. حاجه سكوير في المقام ده كان بيبقى قانون التي. التي كان بيتفك ازاي؟ تي باور 1، يقول لك فاكتوريال 1 على ده بتاع البصل معدي يا جماعه محدش يتضايق، على اس سكوير، ادي اس سكوير بس عملنا لها شيفت بمقدار واحد، يبقى ادي ترم الشيفت اهو، ادي ترم الشيفت اللي هي عملنا لها شيفت اي باور ناقص 1 في تي عشان يعمل لنا الشيفت، والتي نفسها اللي جابت لنا القانون، وفي ايه؟ وفي سالب 6 بره، يبقى سالب 6 في تي في اي باور ناقص تي. اجمع ده كله على بعضه هو ده الناتج النهائي. ثانيه نحوط باللون بتاعي اهو، تك 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 تك. هو ده الناتج، كنت عامل كده في الاخر عشان تتبسط مش متاكد انا عارف مفيش صفه اساسا اهو الناتج اهو. يلا على الله، عارف رغم ان انا ما اعرفكش بس حاسس ان انت بالك معايا كتير كده، فده ايه في في علاقه لطيفه فاهم. تعالى يا عم، دي اكس على دي تي ناقص تكامل بيساوي صفر مش عارف ايه، خد لابلاس الطرفين، هتاخد لابلاس الدي اكس على الدي تي اللي هو ايه؟ ليه اكس داش يعني، لما خدنا لابلاس تحول لاس، لابلاس اوف اكس ناقص الاكس نفسها معاطيه بالزيرو يعني واحد، ناقص التكامل لما اجيب له لابلاس، لابلاس الاول لابلاس الثاني بس بعد ما تشيل الشفتات اللي حصلت، كوساين تي لابلاسها كام؟ اس سكوير ناقص واحد فوق ثابت ولا اس؟ لا اس 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 مضروبه فيه لابلاس الاكس اسمه لابلاس اكس، خلصنا بيساوي لابلاس الصفر بصفر على اس اللي هو صفر يعني، لان يعني الصفر ثابت زيه زي بقيه الثوابت. خد لابلاس وطلع السالب ده واحد بره، خد اللابلاس اوف اكس ده كومن فاكتور وطلع الواحد بره عشان ملوش لازمه، اتفضل هنا اس ناقص اس على اس سكوير ناقص واحد اقفل والواحد بره، واحد مقامات. طيب يبقى لابلاس اوف اكس بيساوي، كنت عايز اوحد وارميهم بره مره واحده بس يلا هعملها لك على خطوتين. بص يا عم، تحت هنا اس سكوير ناقص واحد وفوق هنا اس اس سكوير اللي هي اس اس اهي اس اس سكوير ناقص واحد ناقص اس، صح كده؟ بيساوي واحد. مش لما توزع الكسر هنا هيبقى اس تكعيب ناقص اس ناقص اس، يعني ايه؟ يعني اس تكعيب ناقص 2 اس، او ممكن تقولها اس في لكن خدت الاس دي كومن فاكتور في اس سكوير ناقص 2، ده كله صح. اس في اس سكوير ناقص 2 دي اللي هنعملها بقى، اس في اس سكوير ناقص 2 واقلبهم بقى الناحيه الثانيه هناك، يبقى حط هنا حط هنا اس سكوير ناقص 1 دي والباقي ارميه في المقام، اس سكوير ناقص 2 في اس، شيل بقى ده كله اهو، قلبنا الكسر ده ودينا الناحيه الثانيه مقلوب مش اكتر، قسمنا عليه يعني، وشيل دي كمان نحطها هنا جنبيه بس كده. تعرف تحل ده؟ ده بارشل فراكشن يا معلم مباشر، هيبقى عباره عن ايه؟ الاس تاخد ايه على اس، الثاني ده من الدرجه الثانيه يتحط له فوق حاجه من الدرجه الاولى بي اس زائد سي على اس سكوير ناقص 2. نوحد المقامات ونساوي بالبسط الاصلي اللي هو اس سكوير ناقص 1، يبقى الايه في اللي فاضل من المقام زائد البي اس زائد سي في اللي فاضل لها من المقام وهو الاس فقط بيساوي البسط الاصلي اللي هي اس سكوير ناقص 1 على ما اتذكر. طيب تعوض باصفار المقام، وفي هنا اصفار المقام؟ اه ممكن تعوض، تقول له كده هعوض ات اس بتساوي صفر وات اس بتساوي، تعال يعني نلطف كده معاه، قول له ات اس بتساوي الروت اس سكوير ناقص 2 يعني في صفرين للمقام هنا جذر 2، هو بيكتب كده ليه؟ جذر 2 وات اس بتساوي سالب جذر 2، عوض بالصفر تلاقي ده طار وتفضل لك هنا صفر ناقص 2 يعني ناقص 2 ايه ناقص 2 في الايه بيساوي، حط صفر هناك يتفضل لك ناقص 1، اذا الايه طلعت بنص بنصايه جميله. حط الجذر 2 هتلاقي ده اتكنسل لان جذر 2 تربيع هتدي لك 2، 2 ناقص 2 بصفر، ويتفضل لك هنا بص بقى هيتفضل لك هنا جذر 2 في البي زائد سي مضروبه في جذر 2، هتتبسط معايا دلوقتي. كل ده بيساوي جذر 2 تربيع يعني ايه؟ يعني 2 ناقص 1 ب 1. حلو حلو حلو. اقول لك حاجه حلوه؟
اقسم على جذر 2 دي عشان هنستخدمها دلوقتي. اقسم عليها هنا. طيب المعادله الثانيه حط سالب جذر 2 ده هيتكنسل وهيتفضل لك هنا سالب جذر 2 في بي زائد سي كله في سالب جذر 2. طب ما تقسم عليه لانه بيساوي بره واحد برضه فيبقى واحد على جذر 2 بالسالب. في طرق كتير قوي لحل المعادله المساله دي، اسهل حاجه فيهم من غير اله حتى اجمع المعادلتين على بعض. اجمع دول، دي المعادله واحد ودي المعادله 2، اجمع واحد على 2 تقول له بجمع واحد على 2 ده يروح مع ده يفضل لك 2 من السي، 2 من السي بيساوي اجمع ده على ده بتساوي صفر. فيا حلوياته يعني، يبقى السي بتساوي صفر. طب ارجع حط السي في اي واحده من دول هتلاقي دي اتكنسلت خلاص. ومنه ان البي هتساوي كام؟ هتساوي 1 على جذر 2 على جذر 2 يعني 1 على 2. يبقى البي بنص والسي بصفر. ارجع فوق جبت الاي بنص والبي بنص والسي بصفر، شيل بقى كل دول وحط اللي انت جبته. نص ونص اهو، نص نص وهنا نص. طيب القانون ده بتاع ايه؟ نص على اس يعني اللابلاس انفرس بتاعه، انت عايز تجيب لابلاس انفرس عشان تجيب لنا الواي، يبقى بيساوي نص نص على ثابت على اس، يبقى اللابلاس انفرس بتاعه الثابت نفسه ان هو النص زائد. هنا ايه اللي حصل بقى؟ في المقام حاجه سكوير ناقص حاجه سكوير اللي هي جذر 2 سكوير مالكش دعوه بيها يعني، فوق اس وفي نص بره، يبقى النص ده مالوش دعوه بالموضوع. وده قانون كوشاين، بالله عليك احفظهم حلو. كوشاين الزاويه كام؟ الثابت سكوير خد الثابت نفسه اللي هو جذر 2 في تي، مفيش اي شيفت ولا في اي حاجه، هو ده الناتج، هو ده الناتج المطلوب. نص زائد نص كوشاين، نص زائد نص كوشاين جذر 2 تي. كده خلصنا. ونقرا اي حاجه كده ثانيه، مش عايز دي، عايزين حاجه ثانيه. ماشي. متى اعطاك اشهدك بره ومتى منعك اشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك. وكنا بنقرا دايما يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كلمني، لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس إليك، واجعل حسابي غير منخرم، واغفر لعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم، وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، ما رنحت عذبات البان ريح صبا، وأطرب العيسى حامل عيسى بن. يلا بينا عشان نخلص. يلا سلام عليكم.